ان شاء الله الحين بوصلون لكم السيف جالري، طبعا مكان غني عن التعريف، عندهم تخفيضات تصل لغايه 60%. ان شاء الله بنختار لكم مجموعه من الاشياء واصورها لكم وبحط لكم الاسم. المكسر ذي عليه ضمان 3 سنوات ماركت اديسون، قبل يبيعونه تقريبا 42 دينار، السعر بعد التخفيض تقريبا 30 دينار. توفر بعد عندهم حق العصاير اديسون عليه ضمان 3 سنوات، السعر بعد التخفيض ب 20 دينار. شدلول عندهم تكون دي ماركت سيف، عليهم ضمان سنه كامله، السعر بعد التخفيض ب 3 دينار و600. طبعا الاسعار اللي قاعد اقولها لكم شامله ضريبه. ما شاء الله المكان عندهم مجموعه وتشكيله كبيره من الدلال. عندنا ذلين نفس الشيء بيكون عليهم ضمان سنه كامله، متوفر عده الوان، السعر بعد التخفيض 3 دينار و4. سلام يا سلام، انظروا الى جمال واناقه السواين اللي عندهم. زين جودي، 3 قطع، صغير متوسط كبير، يكون سعره تقريبا 13 دينار. شكل ثاني سعره تقريبا بعد التخفيض 14 دينار. عليكم بس تشوفون وتكحلون عينكم. عندنا ذلين 3 قطع 13 دينار، تبون شوي ارخص كاذلين بيكون اسعارهم على 7 دينار و700. الاسعار بتكون شامله الضريبه، يكون مثل ما قلت لكم صغير متوسط وكبير. طاقم شوربة جدا مميز، الوان حلوة وتشكيلاتهم صراحة خطيرة. شوفوا يكون سعر الطاقم 18 دينار، ترى شوف حتى حلو حق هدية. شوفوا شلون يجيكم شغل عادي بعد اكرام ذي اللون على 18 دينار. صدق خواتنا اذا جيتوا هالمحل بتحتارون شنو بتشترون من عندهم. عندكم ذي الطاقم عبارة عن 65 قطعة، اكرام السعر تقريبا بيطلع عليكم 130 دينار. زين شكل ثاني يكون عبارة عن 52 قطعة، السعر بعد التخفيض تقريبا 80 دينار. اوه هذي عجيبة، وايد حلو ذولا، السعر بعد التخفيض تقريبا 130 دينار. يلا بنصور لكم دي بعد نفس الشيء تقريبا 130 دينار. اخيرا دي 65 قطعة، السعر بعد التخفيض تقريبا 130 دينار. طقم شوربة حق 6 أشخاص متوفر بألوان مختلفة، سعره تقريبا 15 دينار، السعر بعد التخفيض 8 دينار. ومثل ما قلت لكم الأسعار بتكون شاملة ضريبة في المكان. صج 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 أغراضهم وايد حلوة، ما ترى ما شاء الله، الله يزيدهم ويبارك لهم. عندهم 33 فرع في المملكة العربية السعودية. إن شاء الله عقب ما أخلص لكم تصوير المكان بحط لكم كل التفاصيل. احنا قسم الأجهزة الكهربائية، الغلاية قبل يبيعونها ب10 دينار، السعر بعد التخفيض بس ب4 دينار، وعليها ضمان 60 قديم. شكل ثاني نفس الشيء، السعر بعد التخفيض ب4 دينار. غلاية بدون زيت اديسون عليها ضمان 3 سنوات، السعر بعد التخفيض تقريبا نقول 40 دينار. في شكل ثاني بيكون اكبر متوفر بعدة الوان، السعر على التخفيض نقول تقريبا 60 دينار. نفس الشيء بيكون عليه ضمان 3 سنوات. طاقم جرانيت يكون عبارة عن 9 قطع، السعر بعد التخفيض نقول 50 دينار. اكو شوفوا سعره كم وكم صار. زين ما عجبكم دي اللون، اكو متوفر منه لون ثاني، متوفر منه لون ثالث، متوفر منه لون رابع، ترى دي تركي. زين ما عجبتكم هالاشكال، يسلم راسكم، عندهم هالاشكال بعد، هاي تركي عدل اخوي، والسعر بعد التخفيض نقول تقريبا 55 دينار. دي نفسه حق محلي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، طبعا براون غني عن التعريف، شيء جدا 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 ممتاز. اذا انا تقريبا في البحر اذا ما خاب ظني تقريبا خذيته بحدود 60 دينار، اما هني شوفوا كم السعر بعد التخفيض بيكون ب 40 دينار وعليه ضمان 2 سنين. هذي اديسون عليه ضمان 3 سنوات مع كل هالاشياء، السعر بعد التخفيض تقريبا ب 30 دينار. اطقم ملاعق، اكو تشوف شلون، السعر بعد التخفيض تقريبا 9 دينار، هذه نفسها دي 9 دينار، هاي تقريبا نقول 11 دينار، 9 دينار، هذا شوف.